اليوم راح نهضروا على منظمة البريكس التي لم يسع في الجزائر الحظ أن تكون داخل المنظمة في سنة 2023، ولكن هذه خسارة لمنظمة البريكس وليس خسارة للجزائر، لأن الجزائر تبقى قوة إقليمية وقوة اقتصادية في أفريقيا رغم أنوف الحاسدين ورغم أنوف الحاقدين، وهم معروفين يعني الذين يكيدون للجزائر، ولكن اللهم اجعل كيدهم في نحرهم. كما نشكر السيد رئيس الجمهورية على مساعيه لدخول منظمة البريكس، ويعني مشاريعه ويعني الجزائر الجديدة شاهدة على هاته التقدم وهذا الازدهار الذي تشهده الجزائر رغم يعني لا كريز ايكونوميك، الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن الجزائر بقيت ثابتة والحمد لله ليس لدينا مديونية. أيضا كما قال الرئيس الصيني الشقيق الصديق، كما قال الجزائر دولة كبيرة ودولة صديقة، وإن شاء الله ستكون معنا في سنة 2024. لذلك نتطلع دائما إلى جزائر جديدة وجزائر تحديات، وهذا التحدي إن شاء الله لن ينتظر وسيبقى قائم. بالنسبة لقضية البريكس، احنا ما تهمناش أول حاجة وما نخسروش وما احناش خاسرين، لأن الدولة تاعنا راهي قايمة، الجيش تاعنا قايم، احنا لا نكل ولا نذل كشعب الجزائر. احنا في عهد الاستعمار الفرنسي حاربونا بالطائرات بالدبابات، حاربناهم ببندقية صيد وركعوا وروحوا واستسلموا. يعني احنا ما يهمنا لا في احنا مانا متطبعين مانا منبطحين مانا خاسرين. احنا كما قال شاعرنا المرحوم، نحن الجبال بنو الجبال، صدى الجبال بنا حدا، من صادنا بإيذايا فعال الجبال قد اعتدى، ومن استهان بنا استهان بها فحل به الرداء. نحن لا يهمنا المتطبعين او البريكس او احنا تهمنا بلادنا، بلادنا والرئيس تاعنا راه قايم بها والدولة تاعنا قايمة. ولذا أقول بلادي وإن جفت منابع حبرها فحبر هواها بدماء سيكتب، هذا وريدي والدماء رخيصة فخذوا للحبيبة من دماء تشرب. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.